بالمغرب رشيد احنا مبسوطين اهلنا احنا والعراق احنا ومصر احنا وفلسطين بيتنا الثاني انه يعتز فيه احنا متشرفين انه اليوم ايمن الصماجي احد اعضاء المنتخب الوطني قصار القامه بالضبط الاعلامي ضمن الجمعيه الوطنيه الجمعيه المغربيه لقصار القامه انضمت كوبا افرو اسيويه على ظهر الرئيس نزار بن قطابق اللي راجع لهذا الشيء نتمنى ان شاء الله الفوز دايرينها بمدينه قنيطره كنبغي نشكر جماهير القنيطريه بزاف اللي ساندتنا وكنبغي نشكروا حتى الجماهير اللي كتابعنا على الانترنت سواء صفحه الفيسبوك ولا الانستغرام ولا اليوتيوب كنبغي نشكروهم ونتمنى ان شاء الله الفوز وهذا الشيء كامل من اجل الدول المشاركه العراق الاردن وحضور فلسطين والعراق الاردن ومصر هذا الشيء كامل باش نرفعوا راية البلاد باش نمثلوا المغرب احسن تمثيل نرفعوا عالم المغرب ان شاء الله علاش لا باش ندو كوبا افرو اسيويه وهذا الشيء اللي كاين والهدف من هذا الشيء كامل هو ان الشعوب العرب نبض واحد اخوه كل شيء مع بعض مسؤولين ما قدرش نعطيهم رساله حيت هما اصلا ما كيسمعوش لينا لدرجه ان حتى شي مسؤول ما جا عندنا فهمتيني راه عيب وعار تكون كاس منظمه في المغرب في قنيطره وكنا في البيرو ولا في الارجنتين وما جاش شي مسؤول نهضروه في البيرو جا عندنا السفير ديال المغرب في بيرو جا حضر وكان معانا كتشوف راسك في المغرب في بلادك في مدينتك ولو مسؤول ما جا غير القايد ديال ديك المنطقه ما جاش كتقول لي وجه رساله للمسؤول اش نقول لهم شكرا حيت ما جيتوش عندنا بسم الله الرحمن الرحيم مشكورين اهل المغرب الطيبين الحبوبين احنا اثناء تواجدنا في بطوله القصار القامه في المغرب لقينا كل الترحاب والضيوف والكرم والجود هو اصولة العرب والاصول هذا الطيبين نتمنى ان شاء الله كل الخير والسعاده والسرور لهالبلد هذا النظيف البلد الجميل جدا زين والحمد لله والشكر والله الشباب كويسين ومتونسين ومرتاحين بهاي البطوله واتمنى ان شاء الله كل التوفيق والرفاهيه والزهور الجو جميل رائع جو احلى من بلدنا مالنا الجو حار جو لطيف ما شاء الله اول حاجه والله اول ما شاهدنا العالم الناس طيبين يعني الاستقبال لهم الترحاب لهم اللي مضياف لهم يعني مضياف العرب يعني الاصيل الاوصلاء يعني طيبين يعني والله احنا جايين من ضيافتهم واستقبالهم لنا وترحابهم لنا حتى بالقاعه الناس هم متفاعلين معنا متفاعلين يعني على مستوى السعاده والسرور ويانا يعني شكل الكلام يعجز وصف الشعب المغربي الطيب ريما لان رئيسة منتخب فلسطين لقصار القامة منتخب فلسطين هو بضمن الفلسطيني اللي بالشتات والفلسطيني في الداخل فلسطين غزة انا بحب اقدم تحيتي ومحبتي للشعب المغربي اللي استقبلنا بكل محبة واخلاص لكن اسف كبير وحب اعرف من الملك محمد السادس شو السبب اللاعبين الفلسطينيين منتخب فلسطين ما ياخذوا الفيزا حتى يشاركوا ويكونوا ضمن المنتخبات العربية لأنه إحنا شعب فلسطين المظلومين مش الظالمين حتى إحنا ننحرم من الفيزا بس لأنه اسمنا فلسطين فلسطين هي دولة من دول العربية فبتمنى نكون إيد واحدة وتكونوا حدنا وتدعمونا مش تكونوا ضدنا وما تعطونا الفيزا بس لأنه اسمنا فلسطين شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك